خرجت من جروب اللعيبه وبلغت الاداره، يا اما امشي يا مش هلعب كره تاني. بص، الموضوع ما كانش بالطريقه دي قوي يعني. وبعدين الموضوع يعني حصل لما لقيت بقى فيه تعنت، ولقيت ان الموضوع فعلا الناس يعني مش عايزه تمشي الموضوع، وانا حاسس ان الموضوع بيبوظ، فكل حاجه هتبوظ. التورتايه اللي انت عملتها ترش عليها في الاخر حبه تراب، فده اللي حصل. فانا الفتره دي يعني كنت فعلا خلاص بقى، اللي هو يعني زهقت بقى ومخنوق ومش طايق اكلم حد، خلاص الموضوع بيبوظ ومفيش فرق يعني. بلس حتى لو الموضوع باظ مفيش فرق كمان، ليه؟ الفتره اللي قلت لك عليها ان انا فضلت فتره كبيره مستني الموضوع يخلص، كل الفتره دي انا عمال اقفل في فرق، عمال اقفل في فرق، ففي الاخر ما لقيتش فرق. تمام. ففي الاخر خالص لما حسيت بقى الموضوع مش عايز يمشي، انا قلت لهم خلاص طالما انتم مش عايزين تمشوا الموضوع، انا مش من الطبيعي ده كل الكلام ده وانا بتناقش مع مجلس الاداره والناس اللي موجوده يعني، وهم موجودين برضو ممكن يعني تتابع معاهم، ان انا مش من الطبيعي بعد كل ده ان انا العب محترفين، مع احترامي ليهم وقلت الكلام ده كذا مره، ان انا العب محترفين. انا قلت لهم ان انا عملت موسم من احسن مواسمي في نادي اسوان، ويمكن الاحسن، بعد موسم الاتحاد السكندري وبعد كم موسم برضو في سموحه، بس يعني انا بالنسبه لي ده جاي بعد معاناه يعني. حصل ظروف وحصل حاجات خلتك ممكن تأثر شويه، ممكن تبقى الحاجات جت ضدك شويه، بس الحمد لله يعني كان توفيق ربنا اهم حاجه. فكان من الطبيعي ان انت ما تكملش في المحترفين او تمشي تروح فرقه نتاج اللي انت عملته يعني. لو حصل وما عرفتش تخرج من نادي اسوان هتعمل ايه؟ لو حصل وما عرفتش اخرج ساعتها مش عارف، ساعتها انا فعلا خدت قرار ان انا مش هلعب، وانا في انا عندي شويه. هتلعب معاهم ولا مش هتلعب كوره تاني؟ مش هلعب بقى، واللي يحصل يحصل، مش هلعب محترفين. انا لو فضلت معاهم اكيد هروح العب، وانا كنت شايف ان الموضوع هيبقى صعب عليا شويه، مش هلعب بعد اللي حصل. تمام. انا ما عملتش كده من دماغي، انا عملت كده لما جبت عروض وجبت فلوس وجبت وجبت وجبت، وفي الاخر ما لقيتش ناتج يعني. فكنت فعلا واخد قرار ان انا خلاص، انا كنت زهقت اصلا خالص، كنت خلاص قفلت بقى، اللي هو يعني ممكن تبقى وانت متعصب بتاخد قرارات انفعاليه، بس انا فعلا ما كنتش هلعب، انا فعلا ما رحتش النادي. والفتره دي رحت خرجت من الجروب وقلت لهم انا خلاص هبطل، هقعد في البيت لحد ما الاقي فرقه اعرف اروح فرقه. انا عملت كل اللي عليا، الدور والباقي المفروض عليكم انتوا يعني.